الروح والحماس والإصرار هي اللي بتميز لعيبة النادي الأهلي عن أي فريق آخر، ويمكن النادي الأهلي بالروح والحماس والإصرار بيبقى عنده الحلول كل ماتش، إن أنت لازم تثق فيه إن هو ممكن يفوز حتى لو الدقيقة 110. كابتن علاء، يمكن في الوقت اللي إحنا شفنا فيه محمد حليم بيطمع في المباراة، ابتدى يطمع في المباراة في الدقيقة 82. كويس؟ في الدقيقة 82 بالظبط هو ابتدى يعمل تغييرات طمع فيها في الماتش. في الدقيقة 85 فوجئنا بالجول بتاع وليد سليمان الأول. هي مش مفاجأة أيمن، هو الـ 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 الناس الأهلاوية عامة متعودين إن المباراة مش هتخلص غير لما الأهلي بيكسب. يعني ما 85 بقى 90 92 95، الناس كل الناس قاعدة متأكدة على يقين كده إن في هدف جاي. حتى لو الأداء ما يوحيش بكده، الأداء حتى لو مش حلو، لكن أنت متأكد إن في مكسب جاي النهاردة. أيوة. جاي في الدقيقة إيه مش فارق، حتى لو حليم بدأ يعمل تنشيط هجوم شوية، لأن خلاص يعني خمس ست دقايق والمباراة ممكن تخلص، ممكن أخطف أنا هدف وجات له فرصة خطر جدا طلعها الشناوي. لكن بس هو الأدوات اللي معاه أو الإمكانيات لعيبة فريقه يعني هو ما تدكش الإحساس إنه ممكن يكسب. هو تنشيط ممكن، مش لازم طبعا أيمن، هو بينشط لأن في مجهود بذل النهارده من لعيبة الحرس مش طبيعي. النهارده المجهود اللي النهارده بالظبط عايزين يومين ثلاثه راحه تامه، لان في كمان لعيبه في نهايه المباراه تعبت وخرجت. المجهود اللي بذل النهارده مباراه ضد الاهلي انه بيدافع، مش بيدافع دفاع عادي يا ايمن، ده بيدافع اللي هو خلاص مباراه النهارده دي بالنسبه له الحياه او موت. واعتقد ان كمان حراره الجو اثرت والرطوبه اثرت على الرطوبه كمان كان بيتكلم عليها سامي الوقت. طبعا الرطوبه عاليه جدا والمجهود مبذل جدا والتوقيتات يا ايمن كان بين المباريات صعب قوي. انا عايز لا كل او قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي كل التحيه لكابتن حليم وفريق الحرس، بجد النهارده عاملين مباراه بطوليه على قد امكانياتهم وبيلعبوا ضد النادي الاهلي بالنسبه لهم مباراه العمر النهارده. لكن اللي يحسب بقى لعيبه النادي الاهلي ان اداء مش مقنع، عشان بس ما يضحكش على بعض، لكن هو في حاجه جواهم كده ان في مكسب النهارده. ايوه، وهو ده اللي يعني ده اللي سبحان الله ده اللي بيكسبك ايمن. يعني جماهيرك النهارده الاداء في اخطاء وكده، لكن فيها هنكسب، احنا قاعدين هنكسب. حتى اللعيبه بينهم بعضهم هم عارفين هم هيكسبوا في اي لحظه في اي دقيقه. عشان كده شوف الهدف النهارده بتاع محمد مجدي جاي في الدقيقه كام، ووليد لما نزل. وليد طبعا انا هتكلم عليه بس كلمه كده مش هطول فيها، وليد لاعب غير موجودين صح، من عشان يعني تخلص الكلام في وليد تقول لا، وليد نوعيه لعيبه مش موجوده، ملوش اخ يعني ملوش شبه في الدوري المصري كله، خليه على جنب. حاجه كده من ريحه ابو تريكه على بركات، على الناس اللي هي بتيجي مره واحده بس في الكوره. أيوة. وليد حاجه تانية خالص في الكوره، خليه على جنب في كل حاجه، في اخلاقه، في روحه، في حبه لفريق النادي. تحس ان هو ده اتولد جوه النادي الاهلي، وليد مش واحد جايبينه من بتروجيت، لا ده اتولد جوه النادي الاهلي.